السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على دربه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، اللهم امين. دقيقه واحده احبابنا. طيب أحبابنا، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا، وأن نشرب من يد المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. أحبابنا، يعني تكلمت مع محمد أبو ذر، سيأتي بعد 10 دقائق إن شاء الله. الآن يا أحبة، نكمل في كتابنا كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، وهذا الكتاب ألفه الإمام النووي رحمه الله، ووصلنا إلى هذه الصفحة. فصل: ويقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأول فالأول، فإن رضي الأول بتقديم غيره قدمه، وينبغي أن يظهر لهم البشر وطلاقة الوجه، ويتفقد أحوالهم، ويسأل عمن غاب منهم. الآن أنا مقرئ، يعني أنا معلم، من أقرئ أولا؟ من أجعل من الطلاب يقرأ علي أولا؟ الأول الذي أتى أولا، ثم الذي أتى بعده. يعني من يقرأ أولا؟ الذي أتى أولا يقرأ أولا. طيب الآن الأول ما رضي أن يقرأ وقدم غيره، تمام، يعني نقدمه عليه لا بأس في ذلك، لكن الذي أتى أولا هو الذي يقرأ أولا. تمام أستاذ عمار؟ نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. Berkata Syekh Hafidhullah Ta'ala, sekarang kita sempurnakan pelajaran. Sekarang kita sampai di fasal, yakni mengedepankan di dalam mengajar. Jika para pelajar itu banyak, yang lebih dahulu datang awal awal, yang lebih dahulu datang kemudian setelahnya. Artinya, yang membaca kepada kita, kita kedepankan terlebih dahulu yang lebih duluan datang, kemudian setelahnya. Tetapi jika di sana kita melihat siswa yang semangat, maka kita bisa mengedepankannya, tapi kita minta keridhaan dari yang datang terlebih dahulu. Maka itu kata Syekh la ba'sa bihi, tidak mengapa. Dan sepantasnya juga kita menampakkan kepada para siswa, kepada para tulab, itu rasa kebahagiaan berjumpa dengannya. Di wajah kita ada rasa kegembiraan. Dan hendaknya seorang guru itu ya tafaqqad, yakni Ustaz, memperhatikan ahwalahum, keadaan mereka. Ustaz Ammar. Ustaz nah, Ammar. نعم يمكنك أن تترجم فقط، يعني الذي أذكره إلى عندي ما أذكر، تمام؟ هذه لن نشرحها بعد، تمام؟ طيب إن شاء الله. وينبغي أن يظهر لهم البشرى وطلاقة الوجه، أي ينبغي أن يكون مبتسما في وجوه طلابه، ينبغي أن يكون مبتسما في وجوه طلابه، فلا يكون عابسا دائما، ولا يكون يعني مقطب الجبين وحزينا، أن يكون مبتسما في وجوه طلابه. ويتفقد أحوالهم. ما معنى يتفقد أحوالهم؟ يعني يسأل عن أحوالهم. هذا فلان لا مثلا يسأل عن أحوال بيته، كيف أهلك وكيف أمك وكيف أبوك، تمام، ويسأل عمن غاب منهم. فلان لم يأتي على التحفيظ مثلا، لم يأتي لكي يقرأ علي، أسأل عنه لماذا لم يأتي. تمام أستاذ عمار. طيب kemudian kata Syekh sepantasnya untuk seorang pelajar pengajar untuk menampakkan muka yang bahagia.
ya, tidak menampakkan muka yang sedih kepada di atau di hadapan para penuntut ilmu. Dan hendaknya seperti yang kita katakan tadi, yatafaqqat ahwalahum, hendaknya orang guru itu ya menanyakan tentang keadaan-keadaan mereka, memperhatikan tentang keadaan-keadaan mereka, bagaimana keadaannya di rumah dan seterusnya. Naam syekhana. Baik, Ustaz Abdullah rafa'a yadak. Assalamualaikum. Ustaz Abdullah. Assalamualaikum. طيب لا بأس نكمل فصل قال العلماء ولا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية يعني فلان من الطلاب جاء إلي ونيته غير سليمة يعني هو أتى مثلا لكي يتحدث الطلاب عنه أتى لكي يشتهر أتى لكي يقرأ لكي يشتهر هذا واحد من طلابي أتى لكي يشتهر لا أمتنع عن تعليم أعلمه لماذا يا أحبة؟ قال جمع من العلماء طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله تمام؟ تتغير نيته مع الزمن تمام أستاذ عمار؟ هل يمكنك أن تكرر شيخنا؟ من أين؟ طلبنا العلم؟ أيوة طيب قال العلماء قال بعض العلماء طلبنا العلم لغير الله أي نيتنا لم تكن صالحة عندما طلبنا العلم فأبى العلم رفض العلم أن يكون إلا لله تغيرت النية بعد ذلك طيب kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, sekarang kita di pasal berkata para ulama, وَلَا يَمْتَنِئُ مِنْ تَعْلِيمِ أَحَدٍ لِكَوْنِ غَيْرَ صَحِحٍ نِيَّةٍ Ya, jangan kita menahan, meninggalkan, menyerah dari mengajari orang siswa. Sebab hal tersebut bukan dari niat yang baik, bukan dari niat yang benar. Kata bagian dari ulama, talabna al-ilm li ghairillah, kita menuntut ilmu karena selain Allah Subhanahu wa taala, jika niat kita tidak untuk ya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, fa abal ilmu ayakuna illa lillah. Maka ilmu itu tidak mau dituntut kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam syekhana. طيب الآن سأسأل سؤال ويعني الذي يعرف سيجيب تمام أستاذ عمار ستسأل سؤالا الآن لو قلنا صح أو خطأ العبارة صحيحة أم خاطئة طيب الآن يمتنع المعلم من تعليم طلابه إذا كانت نيتهم غير صحيحة صح أم خطأ كرر السؤال شيخ يمتنع المعلم من تعليم تلاميذه إذا كانت نيتهم غير صحيحة صح أم خطأ شيخ di sini bertanya jadi jawabannya itu kita katakan benar atau salah ya pertanyaannya yamtani'u yani yamtani'u ماذا شيخ yamtani'u يعني يرفض طيب pengajar itu yamtani yakni menyerah untuk mengajari seorang siswa karena dia mendapati niatnya itu tidak benar apakah ini boleh atau tidak Naam syekh Naam syekhan الذي يعرف يرفع يده yang tahu jawabannya silakan kita angkat tangannya أستاذ عبد الله السلام عليكم عليكم السلام نعم شيخنا صح أم خطأ غلط لا يمتنع تمام لا يمتنع لماذا لأنها تتغير النية بعد ذلك جزاك الله كل خير طيب الآن
بعد ذلك في أدب المعلم، سنتحدث عن أدب المعلم، يعني الآداب التي يجب أن يتحلى بها المعلم، أن يتصف بها المعلم. ومن آدابه المتأكدة وما يعتنى به أن يصون يديه حال الإقراء عن العبث. يعني أستاذ عمار، لا يصح أن أقرأ التلاميذ وأنا ألعب بالجوال، تمام أستاذ عمار؟ قريب شيخنا، لا يصح أن أقرأ التلاميذ، أن أقرأ على التلاميذ أو يقرأ علي التلاميذ وأنا ألعب بالجوال، هذا ليس من آداب المعلم. Kata Syekh Hafidhullah, sekarang kita masuk di pasal fi adabil muallim. Adab ya pengajar. Artinya adab yang harus dipenuhi oleh seorang pengajar. Dia berhias dengan adab yang seperti apa? Kata Syekh, yang pertama di antara adab tersebut adalah dia tidak boleh ketika membaca, misalkan ketika membaca di hadapan murid dia tidak boleh, atau murid membaca dia tidak boleh bermain dengan HP-nya. Naam Syekh. Naam. وأن يقعد على طهارة، يعني أن يجلس للإقراء على طهارة مستقبلا القبلة. Kemudian yang kedua kata Syekh, hendaknya ketika kita duduk mengajar itu sebaiknya kita dalam keadaan suci dan menghadap ke kiblat. Naam Syekhana. وتكون ثيابه بيضاء نظيفة. Kemudian bajunya yang dia kenakan ketika mengajar hendaknya itu baju yang berwarna putih kemudian bersih. Naam Syekhana. Wa idza wasala ila al-masjid aw idza wasala ila mawdi' al-majlis shalla rak'atayn qabla al-julus, sawa' kan fi al-masjid aw ghair al-masjid. Baik. Kemudian ketika hendak sampai, ini di antara adab juga, ketika hendak sampai ke masjid atau tempat belajar hendaknya dia menegakkan salat dua rakaat terlebih dahulu. Sawa'un mazhab. يعني سواء كان في المسجد المجلس أو غير المسجد يصلي ركعتين. Walaupun tempat yang kita datangi atau tempat kita mengajar itu masjid atau bukan masjid, hendaknya kita melaksanakan terlebih dahulu salat dua rakaat. Naam Syekhana. طيب سأسأل سؤالا الآن، صح أم خطأ؟ طيب saya akan bertanya jawabannya benar atau tidak. طيب الآن نقول من الآداب للمعلم أن يصلي ركعتين قبل مجلسه سواء كان في المسجد أو غيره، صح أم خطأ؟ طيب kata Syekh pertanyaannya seorang guru sebelum ya duduk di majelisnya mengajar dia terlebih dahulu menegakkan salat dua rakaat baik itu di masjid atau bukan di masjid, apakah ini benar atau tidak? Ustadz Muhammad Rafli, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Syekh. Sah. Naam, tafadhal. Sah ya Syekh. Sahih, tamam, sah. Tamam, jazakallahu kul khair. Barakallahu fiik. Baik. الآن بعد ذلك أستاذ عمار أن يجلس متربعا، هل تعرف ما معنى متربعا؟ ما مرادفه يا شيخ؟ أن يجلس، هناك جلسة اسمها جلسة التربع، يعني مثلا سأجلسها لك قليلا فقط. طيب شكرا لك. شيخنا أن يجلس هكذا، هذه جلسة التربع متربعا، تمام شيخنا؟ نعم شيخنا. هذه معناها متربعا أو غير متربع أو غير ذلك من الجلسات يعني المؤدبة،
ألا يعني يجلس جلسة غير مؤدبة. Tamam. Kemudian adab selanjutnya, hendaknya seorang guru itu ketika duduk di hadapan murid, dia duduk dalam keadaan mutarabbian, yakni kalau kita katakan duduk bersila. Duduk bersila. Nah, duduk bersila. Atau dia duduk selain bersila tetapi tetap menjaga wibawahnya di hadapan para murid. Menjaga adabnya di hadapan para murid. Naam syekhana. Baik. Ba'da dzalika روي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرئ الناس في المسجد جاثيا أي قاعدا على ركبتيه تمام وهذا فيه تعليم للطلاب بالاحترام والوقار تمام أستاذ عمار ما معنى وقار شيخنا يعني بالسكينة طيب تمام ولن Di sini dikatakan kata Syekh Hafizahullah, faqat ruya an Abi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Dan telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya beliau dahulu di zaman beliau yukri'un nas. Beliau membaca Al-Qur'an untuk manusia, membaca di hadapan manusia di masjid dalam keadaan beliau jasian, yakni jalisan. Beliau dalam keadaan duduk ala rukbatayhi di atas ya dua lututnya wala yakhfa ma fi dhalika min durusi naam syekhan baik jazakallahu khair ustaz ammar barakallahu fiik haribana ustaz ammar ustaz muhammad assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh كيف حالك شيخنا بخير يا شيخ الحمد لله نكمل شيخنا نعم تفضل نكمل بسم الله الآن أستاذ عمار اقرأ هذه فصل بسم الله الرحمن الرحيم قال حفظه الله تعالى فصل ومن أداب ومن أدابه المتأكدة وما يعتنى بحفظه ألا يذل العلم فيذهب إلى مكان ينسب إلى من يتعلم منه يتعلم منه فيه وإن كان المتعلم خليفة فمن دونه بل يصون العلم عن ذلك كما صانه عنه السلف رحمه الله وحكاياتهم في هذا كثيرة مشهورة وينبغي أن يكون مجلسه واسعا ليتمكن جلساؤه فيه جلساؤه فيه تمام الآن من الأداب للمعلم ألا يذل العلم طبعا أحبابنا يعني كما تعرفون العلم يأتي إليه الناس ولا يأتي يعني الناس يؤتى إليه ولا يأتي العالم والمقرئ لا يذهب إلى بيت الخليفة لكي يقرئه في بيته وفي قصره ألا يذل العلم وأن يذهب إلى بيت الأمراء وبيوت الخلفاء لكي يقرئهم في بيوتهم هذا الخليفة يجب عليه أن يجلس كما الناس في المسجد ويتعلم من المعلم كما يتعلم الناس تمام أستاذ محمد؟ طيب kata beliau pasal di antara adab bagi seorang pengajar adalah dia tidak mendatangi muridnya Contohnya, seorang pengajar itu tidak boleh mendatangi para pemimpin agar dia mengajar di rumah para pemimpin tersebut. Namun hendaknya, hendaknya para pengajar itu memuliakan ilmu. Di antara bentuk memuliakan ilmu adalah dengan tidak mendatangi rumah muridnya. Jadi misalnya, dia tidak mendatangi rumah para pemimpin untuk mengajar mereka di rumah-rumah mereka. Namun hendaknya para pemimpin itulah yang mendatangi masjid agar belajar kepada guru ini sebagaimana manusia belajar kepadanya. Jadi ilmu itu tidak boleh direndahkan dengan cara apa? Kata sebagian ulama tadi disebutkan ilmu itu tidaklah didatangi namun dia didatangi. Naam Syekh. Afwan tidak mendatangi namun Ilmu itu tidaklah mendatangi, namun didatangi. Nah, tafadhal.
نعم شيخنا وينبغي أن يكون مجلسه واسعا يعني أنا أريد أن أقرأ أن أقرأ الناس في مكان لا يصح أن يكون ضيقا يجب أن يكون المكان واسعا ليتمكن الجلساء من الراحة نعم أستاذ محمد kemudian tempat mengajarnya juga hendaknya itu luas lapang sehingga orang-orang merasa tenang di dalam belajar ilmu نعم شيخ نعم الآن فصل معلم القرآن الذي نريد وطبعا هذا يعني هذا الكلام ليس من كلام النووي بل هو من مؤلف كتاب تهذيب التبيان الشيخ بلال العماد من قطاع غزة طبعا فلسطين تمام هذا ليس من كتابي ليس من كلام النووي هذا ليس من كلام النووي طيب معلم القرآن الذي نريد الذي يخاطب طلابه بفعاله قبل مقاله يعني بفعاله قبل مقاله قبل أن يقول للناس افعلوا كذا يفعلوا قبلهم قبل أن يقول للناس اصبروا يكون صابرا قبلهم قبل أن يكون للناس صوموا يصوم قبلهم قبل أن يقول للناس صلوا في المسجد يصلي قبلهم يخاطب الناس ويخاطب الطلاب بفعاله قبل أن يقول تمام أستاذ محمد طيب ولين كتب له فصل معلم القرآن الذي نريد pengajar Al-Quran yang kami inginkan. Tentu saja, ucapan ini bukanlah ucapan Al-Imam An-Nawawi. Ini ucapan Syekh, ya, penulis tahdzib. Tapi, kata beliau, pengajar Al-Quran yang kami inginkan adalah yang dia itu berbicara kepada mengajari para pelajarnya dengan perbuatannya sebelum ucapan-ucapannya. Artinya, dia mengajari para pelajarnya dengan ucapannya terlebih dahulu sebelum dia perintah muridnya untuk berpuasa maka dia berpuasa terlebih dahulu sebelum dia memerintah muridnya untuk bersabar maka dia bersabar terlebih dahulu maka hendaknya dia mendahulukan perbuatannya dibandingkan ucapannya nah syekh tamam baik hatta yastafid at-tullab bi lahdhihi qabla lafdhihi yastafid at-tullab bi ayunihim tamam وبصمته قبل وبصمته قبل كلامه أي وأنت ساكت وأنت صامت لا تتكلم شيئا تعلم غيرك فيتصف بأخلاق الصلحاء وفي كل ما ذكرناه طبعا من زهد وتعفف وقناعة فيزهد فيما عند الناس ليطمع الناس فيما عنده تمام أستاذ محمد طيب kemudian kata beliau hal ini dilakukan, yakni seorang guru hendaknya dia mengajarkan, memberikan contoh dengan perbuatannya sebelum dengan ucapannya, sehingga para pelajarnya itu mampu mengambil faedah dengan perbuatannya sebelum ucapannya dia, mampu mengambil faedah dengan apa yang mereka lihat sebelum apa yang mereka riwayatkan, dapat mengambil faedah dengan apa yang gurunya itu diam sebelum berbicaranya. Sehingga hendaknya seorang guru itu dia bersifat dengan akhlak yang baik. Sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya berupa zuhud, qanaah dan selainnya. Maka hendaknya dia zuhud, seorang guru itu hendaknya zuhud terhadap apa yang ada di sisi manusia. Agar manusia itu merasa tenang terhadap apa yang ada di sisinya. Naam Syekh. Baik, Ustaz Ali Imran, Assalamualaikum. وعليكم السلام ورحمة الله فبين يديك قلوب عطشة فبين يديك قلوب عطشة وأرواح ولها ولها تمام وقول خير حير حيرة فاسكب فيها أنوار ما تحمله وزوي وروي هذا سكون واروي ضليلها بفيض ما ترتله نعم بفيض ما ترتله وجمعهم على مائدة القرآن بشوك ولحف بشوك وحب وشغف فإذا أدركت ذلك كله فسيش
يشتد عزمك ويتضاعف همك. طيب الآن يا أحبة، أنت وأنت معلم بين يديك قلوب عطشة، يعني تركت كل الدنيا وجاءت لكي تستمع القرآن منك، قلوب متعطشة عطشة لسماع كلام الله سبحانه وتعالى، وأرواح ولها، أرواح تحب هذا الكلام وتحب كلام سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وعقول حيرة تتساءل ما الذي يحدث في الكون، ما معنى هذه الكلمة وما معنى هذا الكلام، ما مثلا تتساءل عن الإسلام وعن الإيمان، عقول حيرة جاءت بين يديك وجلست في حلقة أمامك، فاسكب فيها أنوار ما تحمله، أعطي كل إنسان ما يتحمله، أعطي كل إنسان ما يريده من النور الذي عندك من القرآن والسنة النبوية، واروي غليلها بفيض ما ترتله، اروي هذه النفوس بقراءة القرآن الكريم، واجمعهم على مائدة القرآن، اجمعهم على مكان واحد بشوق ولهف وحب، فإذا أدركت ذلك كله فسيشتد عزمك ويتضاعف همتك. تمام أستاذ محمد؟ طيب، فبين يديك، يعني فبين يدي الطلاب، يعني أمامك أمامك. طيب، هندقنا كتب ليو، هندقنا engkau itu memiliki hati yang atosya, memiliki hati yang haus, yang senantiasa haus terhadap kalamullah, terhadap Al-Quran. Wa arwahun walha, dan jiwa-jiwa yang walha, jiwa yang walha. Ini walha yani bimakna, ish ya syekh? Yani tuhib kalam Allah min mathalan min al-walah. Taqul hadha insan, tamam? Engkau memiliki jiwa yang mencintai kalamullah, senantiasa mencintai firman Allah, dan uqul, dan akal yang hayra, yakni yang senantiasa ingin mencari tahu apa itu Islam dan semisalnya, sehingga engkau bisa mendapatkan dengan hal tersebut cahaya yang ada padanya, dan engkau bisa meriwayatkannya, engkau bisa memberikannya kepada manusia, dan engkau menyajikannya dengan Al-Quran, dengan kerinduan terhadap Al-Quran dan cinta kepada Al-Quran. Maka tatkala engkau telah mendapatkan hal tersebut seluruhnya, itu akan membuat tekadmu itu menjadi lebih kuat di dalam apa? Mempelajari Al-Quran. Naam, Syekh. Tafadhol. Baik. Ustaz Abu Bassam, assalamualaikum. وعليكم السلام يا شيخ. اقرأ معلم القرآن الذي معلم القرآن كريم النفس. بسم الله. معلم القرآن كريم النفس وسع الصدر متمكن في قرآنه راسخ في إيمانه داعية في سلوكه أسوة في عمله ومنطوقه ويحمله هموم حلقته وطلابه ويفهم واقع أمته ويسعد بتلميذه إذا حفظ آية ويفرح إذا بدت عليه أنوار الهداية ويدعو له بالثبات والصلاح والخير والفلاح ولا يتصيد أخطاءه. الآن معلم القرآن كريم النفس، تمام؟ متعالي، يعني ليس متعالي من الكبر، بل إنه نفسه عزيزة عليه، تمام؟ واسع الصدر يتحمل الكلام السيء من الطلاب، طيب. أستاذ عمار، السلام عليكم. نعم، عليكم السلام. ستترجم أنت أستاذ عمار، تمام؟ طيب. طيب، معلم القرآن
واسع صدري أن يتحملوا كلام طلابه إذا أساءوا، يعني إذا قلوا أدبهم معه، إذا مثلا ذكروا معلمهم بسوء فإن قلبه يكون واسع، صدره يكون واسع يتحمل أذاهم. تفضل أستاذ عمار. طيب. Kemudian di antara adab yang perlu diperhatikan oleh seorang pengajar Al-Qur'an, pengajar Al-Qur'an itu karimun nafs, dia memiliki jiwa yang mulia. Jiwa yang mulia sebab tercermin dari Al-Qur'an. Kemudian wasi'us sadr, dia memiliki hati yang lapang. Artinya apa? Ketika mendapat gangguan dari sang murid, maka hatinya itu lapang, menerima gangguan tersebut bersabar. Naam syekhana. Naam. Mutamakkinun fi Qur'anihi. Ma makna mutamakkin fi Qur'anihi? Ai annahu yakunu ya'ni balagha manzilatan min al-qira'ah. Ya'ni mathalan يكون متمكن. ما معنى كلمة متمكن؟ أي أنه متقن في قراءته. طيب. Kemudian di antara adab yang perlu diperhatikan, seorang pengajar Al-Qur'an itu harus mutamakkin fi Qur'ani, harus dia kokoh di dalam membaca Al-Qur'an. Artinya ماذا شيخ؟ ماذا؟ متمكن يعني متقن. Mungkin, baik. Dia harus mungkin. Ada hadil kalimah musarrabah di luas kita. Mungkin, baik. Mungkin, apa makna mungkin, yakni? Yakni kokoh. Mada? Yakni kokoh, syekhana. La, mungkin maknaha, mungkin maknaha annahu yakra'u jayidan. Yakra'u bitqan. Mungkin artinya, kata syekh, dia membaca Al-Quran dengan bagus, dengan tajwid. نعم. طيب. راسخ في إيمانه أن يكون يعني يعبد الله عز وجل ولا يتقلب يمينا وشمالا. طيب. راسخ في إيمانه يعني dia lurus dalam keimanannya, dia lurus dalam akidahnya, dia lurus dalam ya ibadahnya kepada Allah, tidak ke kanan dan tidak ke kiri, berada di atas jalan yang lurus. راسخ في إيمانه. نعم شيخنا. طيب. داعية في سلوكه. أي أنه بعمله أمام الناس يدعوهم دون أن يتحدث. طيب داعية في سلوكه. Seorang pengajar Al-Quran itu sebelum dia berbicara tentang kebaikan, dia menjadi ya pengajak. Bagaimana dia mengajak? Dia mengajak dengan amalannya, fi sulukihi, di dalam amalan-amalannya sebelum dia berbicara kebaikan. Jadi nampak ilmu Al-Quran itu pada amalan-amalannya, bahkan sebelum dia berbicara. Naam syekhana. Naam. Uswatun fi amalihi wa mantuqihi an yakuna uswatan linnas. Hal ta'lam ma ma'na uswa? Naam, qudwa. Naam, qudwa, mumtaz. Baik, kemudian seperti yang kita maklumi, pengajar Al-Qur'an itu harusnya dia sebagai teladan. Teladan di dalam amalan-amalannya serta mantuqihi yakni lafzihi yakni ucapannya. نعم شيخنا. ويحمل هموم حلقته وطلابه. ما معنى يحمل؟ أي أنه يتفقدهم، وإذا هم يعني إذا وقع الهم على أحدهم شاركه همه. طيب. Kemudian dia juga membawa هموم حلقته وطلابه، membawa semangat dalam halaqahnya dan di hati-hati para ya murid-muridnya. نعم شيخنا. طيب ويفهم واقع أمته، يتحدث مع طلابه في واقع الأمة، ليست الأمة في واد وهو في واد آخر. Kemudian dia memahami apa yang terjadi di tengah umat, problematika di tengah umat. نعم شيخنا. نعم ويسعد بتلميذه إذا حفظ آية. يعني يفرح إذا حفظ تلميذه آية واحدة. Kemudian hendaknya seorang pengajar ilmu itu berbahagia terhadap siswanya yang walaupun siswa itu baru mampu untuk menghafalkan satu ayat, tapi hendaknya dia
berbahagia dengan pencapaian muridnya tersebut. Naam syekhana. Wa yafrahu idza badat 'alayhi anwarul hidayati wa yad'u lahu bis-sabati was-salahi wal-khair wal-falah. Ay yafrahu idza ra'a tullabahu yatasabaquna ila ta'atillahi 'azza wa jalla. Idza badat 'alayhi anwarul hidayah ay إذا هداه الله عز وجل وأصبح يصلي أمامك ويقرأ القرآن عندما تراه تفرح لهذه يعني النتائج التي وفقك الله عز وجل إليها ويدعو لطلابه بالثبات والصلاح والخير والفلاح. طيب. Kemudian seorang pengajar Al-Quran juga dia berbahagia jika ya siswa-siswanya itu murid-muridnya itu telah masuk di dalam hati-hatinya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tampak dari perbuatannya telah ya mengalami kemajuan, sudah masuk di dalam hatinya cahaya-cahaya hidayah. Kemudian hendaknya seorang pengajar Al-Qur'an itu tak kala melihat keadaan tersebut dia mendoakan kebaikan, mendoakan keteguhan, kebaikan ya, keberuntungan untuk sang murid. Naam syekhana. Naam, wa la yatasayyadu akhtaahu alla. ما معنى يتصيد الأخطاء؟ هل تعرف ما معنى تصيد أخطاء أستاذ عمار؟ يبحث. أيوة، نبحث عن أخطائه ونختار هذه الأخطاء ونذكره بها كل مرة كل مرة ألا يتصيد أخطاء طلابه. طيب. Kemudian di antara perkara yang penting untuk dipahami, kita tidak boleh mencari-cari kesalahan murid-murid kita. Ya, kita dapat kesalahannya di hari ini, kemudian di hari-hari yang lain kita ulangi. Kamu pernah melakukan kesalahan ini. Hendaknya seorang pengajar Al-Quran itu la yatasayyadu akhta'a, tidak ya, mencari-cari kesalahan muridnya. Naam syekhana. Naam, Ustaz Muhammad Ahkam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu syekhana, al-muallimu alladhi nurid. Bismillah. المعلم الذي نريد الذي يحزن على طلابه ولا يحزن منهم ويقدم ويقدم لينا على الشده على الشده والرفق على الحده ويعاتبهم بحب ويسامحهم بمقدره ويعلمهم بتجرد. نعم جزاك الله خير. المعلم الذي نريد الذي يحزن على طلابه ولا يحزن منهم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إن غاب تلميذه عن القرآن يحزن عليه، وإن سبه تلميذه وشتمه لا يحزن منه. تمام؟ طيب. طيب. Sekarang kata Syekh, pengajar yang kami inginkan itu adalah pengajar yang yahzanu ala tullabihi, dia sedih atas ya keadaan muridnya. Artinya apa? Ketika muridnya ya tidak hadir dalam mempelajari Al-Qur'an, dia bersedih melihat keadaan murid. Jika murid ini tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, tetapi sekaligus wala yahzanu minhum, apa maknanya? Artinya dia tidak bersedih jika muridnya berkelakuan buruk kepadanya. Dia bersedih ketika muridnya tidak baik, ketika muridnya ya berkelakuan tidak baik, tapi dia mendidik dengan semangat. Naam syekhan. Baik. Wa yuqaddimu lina 'ala asyiddah. Allah azza wa jalla yaqul, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Allah azza wa jalla yaqul, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Ay ya Muhammad, "Law kunta shadidan 'ala an-nas lama wajadta ahadan bijawarik." Lama wajadta ahadan يعني آمن معك، لم فض الناس وتركك الناس من حولك. تمام؟ أن يكون لينا سهلا لا شديدا على الطلاب، وأن يرفق فيهم ولا يشتد عليهم. تمام أستاذ عمار؟ Kemudian di antara adab seorang pengajar Al-Quran, dia mengedepankan ya berbuat lembut daripada berbuat kasar. Mengedepankan kelembutan daripada ya berbuat kasar. Kemudian rifqa ala hiddati, kemudian ya di hadapan siswa-siswanya. Naam syekhana. Naam.
ويعاتبهم بحب أي إذا أراد أن يعاتب أحدا لا يعاتبه بشدة وينفره يعني يجعله لا يأتي في المرة القادمة يعاتبهم بحب بلين وبمسامحة يسامحهم بمقدرة يسامحهم على أخطائهم ويعاتبهم بحب بلين ويعلمهم بتجرد دون رياء أو عجب. طيب. Kemudian di antara adab seorang pengajar Al-Qur'an, dia hendaknya memperingati dengan cinta, memperingati dengan cinta. Kemudian memberikan peringatan sesuai dengan kadarnya, tidak berlebihan di dalamnya. Kemudian hendaknya dia ikhlas dalam mengajar, tidak menginginkan kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Naam Syekhana. Naam. Jazakallahu khair. Ustaz Indar, assalamualaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تستطيع أن تقرأ باللغة العربية؟ لا. قراءة فقط دونها. المعلم الذي نريد. نعم. الذي يفتح يد القرآن وهو طبيبها ويرى تلاميذه أصنافا شتى. هذا يشكو قسوة قلبه. وهذا يشكو ضعف شهيته في حفظه وآخر يشكو أسر فهمه وآخر يشكو صعوبة نطقه وآخر يشكو شهوة نفسه وآخر يشكو فساد الطبع وآخر يشكو جمود عينه وقلهم يريد تعلم كلام ربه وحفظه. نعم فيدويهم. فيدويهم بحكمته ويوجههم ببصيرته ويرقق قلوبهم بقراءته ويرفع همتهم بهمته ويفجر أقتهم بأزمتي. جزاك الله كل خير أستاذ إندر. بارك الله فيك. الآن أستاذ عمار ركز معي. نعم. المعلم الذي نريد. الذي يفتح عيادة القرآن وهو طبيبها. أي هو في المسجد أو في المجلس كالطبيب. ماذا يفعل الطبيب؟ يأتيه فلان يشكو مثلا من أنفه يداويه. يأتيه يشكو من أسنانه يداويه يأتيه يشكو من أذنيه يداويه طبيب تمام؟ نعم تمام. طيب الآن المعلم يجب أن يكون كالطبيب فالتلاميذ هؤلاء أصناف شتى أصناف كثيرة هذا واحد منهم يشكو قسوة قلبه قلبه قاس تمام؟ وآخر يشكو ضعف شهيته في الحفظ أي لا يستطيع أن يحفظ القرآن ثالثا وآخر يشكو عسر فهمه يعني يقرأ القرآن لكنه لا يفهم شيئا وآخر يشكو صعوبة نطقه يعني لا يستطيع أن ينطق ببعض الكلمات وآخر يشكو شهوة نفسه أي أن الشهوات استولت على نفسه تمام؟ وآخر يشكو فساد طبعه أي أنه يصلي في المسجد ويقرأ القرآن ثم إذا خرج خارج المسجد انقلب على عقبه أصبح إنسان آخر وآخر يشكو جمود عينه أقرأ القرآن لكني لا أبكي وكلهم كل هؤلاء يريد تعلم كلام ربه كلهم يريد تعلم القرآن ما وظيفة المعلم فيداويهم جميعا بحكمته يداوي هذا ويداوي هذا ويعطيه الدواء تمام ويوجههم ببصيرته أي بخبرته في مجال التعليم يوجه هذا إلى طريقه ويوجه هذا إلى طريقه ويوجه هذا إلى طريقه ويقرأ عليهم القرآن فيرقق قلوبهم بقراءته ويرفع همتهم بهمته عندما يروه همته عالية يرفعون من همتهم ويعني يفجر طاقتهم بعزيمته تمام أستاذ عمار طيب نعم يلا بسم الله kemudian di antara
Di antara perkara yang penting untuk kita pahami bersama, bahwasanya guru yang diinginkan itu adalah, dia adalah guru yang layaknya seperti seorang dokter. Dia membuka iadat Al-Quran, yakni apotek Al-Quran, kalau mau kita bahasakan demikian. Dia melihat, ya, yang kita pahami bersama bahwasanya yang datang kepada kita itu, muallimul Quran, pengajar Al-Quran itu banyak orang dengan keadaan yang berbeda-beda. Bagaimana seorang dokter datang kepadanya, ya, pasien yang berbeda-beda keluhannya, berbeda-beda keadaannya. Maka muallimul Quran, ya, orang yang mengajarkan Al-Quran, pengajar Al-Quran itu layaknya seperti dokter. Ya, dia melihat keluhan-keluhan setiap pasiennya. Ada yang mengeluhkan, ya, qaswata qalbihi, keras hatinya, ya, dan yang ini mengeluhkan dha'fa syahiyatihi fi hifdhihi, susah, sulit untuk dia menghafal, dan yang lain akhiruhu yashku usra fahmihi, yang lain, ya, yang lain mengeluhkan tentang, ya, sulit memahami. Kemudian yang lain datang mengeluhkan su'ubata nutqihi, sulit untuk mengucapkan kalimat bahasa Arab. Maka muallimul Quran dia seperti layaknya seorang dokter, dia mengobati. Maka muallimul Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, dia mengobati dengan hikmahnya, dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, wa yuwajjihuhum bi basiratihi, kemudian dia mengarahkan dengan ilmunya, mengarahkan pasiennya itu, ya, tulabnya, para penuntut ilmu, dengan basiratihi, dengan ilmunya, wa yuraqqiqu qulubahum bi qiraatihi, dan melembutkan hati-hati mereka dengan bacaan Al-Quran, ya, dan wa yarfa'u himmatahum bi himmatihi, kemudian mengangkat, ya, meninggikan, mengangkat semangat para apa namanya, siswa-siswanya. Naam syekhana. Ahbaban al-kiram, yani al-laptop sa yughliq al-an. الآن سأنتقل